ما حكم أن تغتاب من ظلمك بغير مصلحة؟ إذا كان قد وقع عليك مظلمة من إنسان فيجوز لك أن تغتابه بغير ظلم، يعني أن تذكر مظلمتك من هذا الإنسان أمام غيره، أمام شخص فلا بأس. يعني أنا إنسان ظلمني فأذكر الشيء الذي قد ظلمني فيه أمام غيري فلا بأس، أما أن أظلم لأنه ظلمني، يعني أذكر الظلم الذي وقع عليه ثم أذم بهذا الشخص بشكله أو بسلوكه أو بكذا وكذا، فهنا لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فالعدل مطلوب حتى مع من ظلمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك.